السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم شباب تالتة ثانوي وفيديو جديد ومادة الفيزيكس. أنا قلت يا جماعة الفيديوهات اللي أنا بسجلها ديت سواء اللي هي طلبة الفيزياء لغات اللي هي الفيزيكس يعني شغال، سواء الفيزياء العادي بالعربي شغال، لأن إحنا بنحل مسائل والمسائل فكرتها واحدة في الاتنين ومفيش فيها أصلا اختلافات. إحنا كنا شرحنا فكرة إزاي نجيب الـ potential difference between two points، وكانت أفكار مهمة جدا في الفيديو اللي فات، ومكملين ان شاء الله برضو بعض الافكار المهمه في شابتر 1 او في الفصل الاول على الريزيستنس. لو جالي مساله زي اللي قدامي دي كده شكل ده، وقال لي كالكوليت ذا ايكوفيلنت ريزيستنس، احسب لي المقاومه الايه؟ المكافاه للدايره دي. طيب احنا كده هنحلها ازاي؟ لازم يا جماعه ابسط الشكل اللي قدامي دوت، هبسطه يا اما للشكل ده يا اما للشكل ده. طب ايه هي الفكره بتاعتها؟ ركزوا كده معايا عشان تعرفوا ان دي هي ديت هي دي. ده البوزيتيف ودوت النيجاتيف، ده اللي طالع منه الكتريك كارنت بالشكل ده، هاجي عند البوينت دي بالظبط. هيتفرع كده فوق وكده يمشي هنا. طب وبعدين اللي دخل هنا بقى، اللي دخل دي في 3 اوم دي، دخل عند البوينت دي. عنده ده احتمالين، في كارنت يمشي كده وفي يمشي لتحت وبعد كده يوصل للايه؟ للنيجاتيف. طب تمام. طب واللي وصل بقى للبوينت دي كده هنا برضه الاحتمال ايه؟ في احتمال يمشي كده اهو وبعد كده يمشي في الشكل ناحيه اليمين لحد ما يوصل للايه؟ للنيجاتيف. طب تمام. انا هنا بيهمني اللي هي الريزيستنس اللي هي 6 دي. ال 6 ديت يعني انا عندي كده بالنظر ممكن يدخل لها ايه؟ 2 كارنتس، واحد في اتجاه والتاني في اتجاه ايه؟ عكسها. طيب هو بالعقل كده لو التو كرنس دول اصلا قد بعض يبقى اكيد ده هيعرف يزق كده ولا التاني هيعرف يزق الناحيه التانيه. يبقى انا عندي فيه هنا احتماليه ان الريزيستنس دي تتلغي، احتماليه لسه ما اعرفش ممكن تتلغي. طيب ايه اللي هيوضحها لي بقى الشكل ده؟ طيب الشكل ده هو هو ده بالظبط. دي كلها كل واحدة فيها 3 اوم ده 6 اه معلش بالشكل ده. اللي انا قلته هنا هقوله هنا، لما الكرنت او الكتريك كرنت طالع كده عند البوينت ديت قدامه 2 برانشز فوق وتحت. طيب لما يجي هنا برضه قدامه 2 برانشز اهو كده يمين وتحت كده. طب واللي نازل هنا لما يجي عند النقطه ديت قدامه احتمالين، يعني ده احتمال ينزل كده وده احتمال برضه يطلع كده ويمشي لحد ما يوصل للايه؟ للنيجاتيف. بس في ملحوظه مهمه جدا، لان في بعض الطلبه الشاطره الى الان بتقع في الجزئيه ديت. لما تيجي هنا بقى ما تقوليش بقى احتمال ان طالع هنا كده يطلع هنا كده، لا لازم بيوصل هنا كده لازم بعد كده يوصل لايه؟ للنيجاتيف. يعني هو طالع من البوزيتيف لازم يوصل للايه؟ للنيجاتيف. يعني سواء اللي جاي في البرانش دوت او في البرانش اللي فوق دوت، الاثنين دول هيتجمعوا وبعد كده يوصلوا لايه؟ للنيجاتيف. يعني برضو عندي هنا ريزيستنس اللي هي او الريزيستور اللي هي قيمتها اكس ديت 6، برضو لا في احتمال انها ايه؟ تتلغي، لان لو ده قد ده خلاص مفيش هنا تيار هيمر. هي نفس ايه؟ الشكل دوت. انا بس يا جماعه بعرفكم الاشكال علشان تعرفوا تميزوا في الامتحان، لان السؤال دوت جه زيه بالظبط في مصر 2016 في السكند سيشن اللي هو الدور الثاني. ده هو الشكل ده هو ده برضه، لان لما يدخل كده الكرنت او الالكتريك كرنت يجي هنا يتفرع كده وكده، والتاني بيدخل ايه كده ممكن احتمال يتفرع كده وكده، فهنا ممكن في تيارين يتقابلوا فممكن يلغوا بعض في الريزيستنس ديت. يعني من الاخر الريزيستنس دي ممكن تتلغي. طيب هي هتتلغي، طب هتتلغي ليه بقى؟ ايه الفكره؟ الفكره اللي احنا هنجيب البوتنشال ديفرنس عند النقطه ديت وعند النقطه دي. والله لو الاثنين، لا معلش يا جماعه، اجيب الالكتريك بوتنشال جهد النقطه ديت وجهد النقطه ديت. لو الالكتريك بوتنشال عند النقطه ديت قد ديت اكيد لا في كرنت هيزق من هنا ولا من هنا. ليه؟ ده عامله بالظبط زي اثنين ليهم نفس القوه، واحد بيزق كده والتاني ايه؟ بيزق كده، يبقى ايه؟ مفيش حد فيهم هيكسب.
يبقى مش هيمر هنا الكتريك ايه كارنت. طب تمام، هل الالكتريك بوتنشال الجهد الكهربي عند النقطه ديت زي النقطه ديت؟ ايوه. ايوه ازاي؟ انا هفترض اي ارقام، انا هفترض مثلا الالكتريك بوتنشال عند النقطه ديت طبعا ده متصل بالبوزيتيف اعلى حاجه مثلا 20 فولت، ده رقم من عندي كده. طيب وكان داخل 4 امبير مثلا، ده فرض من عنده. طب بعدين ال 4 امبير هيتفرعوا في الفرع ده وده كده زي بعض بالظبط. ليه زي بعض؟ ما هنا 3 وهنا 3، بس يا جماعه معلش لازم نبص على كله كده، على كله كده. 3 و3 هنا كام؟ 6، و3 و3 هنا كام؟ 6. طالما هنا التو برانش دول زي بعض خلاص. طب تمام، يعني ال 4 امبير بيدخل هنا 2 وهنا ايه؟ 2. طيب 2 تايم 3 بكام؟ 2 تايم 3 بكام؟ ب 6. يعني خدنا من ال 20 دول خدنا 6، يبقى الالكتريك بوتنشال بتاع النقطه ديت 14 فولت. بالراحه خالص الالكتريك بوتنشال بتاع النقطه ديت 14 فولت. طب هحسب برضو البوتنشال ديفرنس بتاع النقطه دي، الالكتريك بوتنشال معلش داخل لها 2 امبير، 2 تايم 3 ب 6، يبقى احنا هنا استهلكنا 6 فولت. يبقى كان معايا 20، خدت 6 استهلكت 6، يبقى لي كام؟ 14 فولت برضه. الله، طب ما خلاص كده واضحه اهي النقطه ديت والنقطه ديت قد بعض في الايه؟ في الالكتريك بوتنشال. يبقى في الحاله ديت الريزيستور اللي في النص ديت خالص اكنها مش موجوده خالص نهائي، يعني مش هيمر فيها الكتريك كارنت خالص، اكنها خلاص كده مفصوله كده. هي نفس الفكره هنا، هي نفس الفكره هنا. طب هحلها ازاي بقى؟ تتحل عادي خالص بقى كده سهله، نجيب منها الايه؟ الايكوفيلنت ريزيستنس. هقولها برده كده على السريع بما انكم كده تعرفوا تحلها بسهوله جدا. البرانش دوت 3 بلس 3 طبعا دي هنا سيريس، يبقى هنا كام؟ 6. والبرانش دوت 3 بلس 3 يبقى ده برده ايه؟ سيريس، يبقى هنا ايه؟ 6. طب 6 و6 دول بارلل بقى، يبقى 6 تايم 6 اوفر 6 بلس 6 يبقى كام؟ 3. يبقى هنا الايكوفيلنت ريزيستنس بكام؟ ب 3 اوم ليهم كلهم، وهنا زي هنا. طب احنا كده عرفنا الفكره ديت، في فكره ثانيه في الجزئيه ديت. ايوه، هي اولا الفكره ديت يا جماعه، لو الريزيستنس ديت، لو بالنسبه للريزيستنس الثانيه اللي هي قبالها هنا، لو الريشيو دول قد الريشيو دول يبقى خلاص كده اللي في النص هتتلغي. بس اوعى تلغي ريزيستنس متصل بالبدري. هتقول يا مستر ديت متصل بالبدري، اقول لك لا، ده متصل بالبوينت دي والبوينت ديت، والنقطتين دول مالهمش دعوه بالايه؟ بالبدري. وانا اقول لك يعني ايه مش متصل بالبدري دلوقتي، يعني كده ما تلغيش ريزيستنس متصله بالايه؟ بالبدري، عشان هي جت في الازهر 2014 جابها لهم نفس الشكل ده كده ووصل النقطتين دول بالايه؟ بالبدري. فالطالب الحافظ املغى الايه؟ الريزيستنس ديت، لا مفيش ريزيستنس متصل بالبدري يا جماعه بتتلغي. طيب يعني الحته ديت اهيت هرسمها على السريع كده اهو. اهي كده، ده كده متصل بالبدري اهي. بصوا بقى هتلاقوا الفرق في النص دوت متوصل بالايه؟ اهي البوينت دي والبوينت ديت متوصلين بالايه؟ بالبدري، بالنيجاتيف وبالايه؟ بالبوزيتيف. يبقى في الحاله ديت البرانش ده عمره ما هيتلغي، لازم ليه ايه؟ له قيمه. لو كانت دي زي دي مثلا 3 و3 و6 ودي 3 و3، يبقى 3 و3 دول السيريس، يبقى فوق 6 وتحت ايه؟ 6 وهنا 6. يبقى هنا كلهم هيبقوا كام؟ هيبقوا 2 اومز، ده الفكره يعني. طيب يبقى انا بلغي لما يكون الريزيستنس مش متصل بالايه؟ بالبدري. ولازم يكون بقى الريشيو يعني يكونوا كلهم زي بعض كده، او الريشيو ايكوال بعض، ما 3 اوفر 3 ايكوال 1 وهنا 3 اوفر 3 ايكوال ايه؟ 1. يبقى الريشيو هنا ايه؟ قد بعض. طب هل في حاله ثانيه هلغي هنا؟ ايوه في. مثلا لو انا قلت لكم ديت 9 اوم مثلا، وديت 4 وديت 12، انا كده غيرت الارقام كلها. هل ال 6 دي برضه هتتلغي؟ هتتلغي. هتتلغي ازاي بقى؟ قلت لك اما يجي لك مسائل من النوع ده او بالشكل ده احسب بس الريشيو الاول وانت هترتاح. طيب لو انت عملت كده 9 اوفر 3 بكام؟ ب 3. طب 12 اوفر 4 بكام؟ ب 3. يبقى الريشيو بتوين مثلا لو ديت ار 1 وديت ار 2، يبقى ار 1 اوفر ار 2 ايكوال هنا ايه؟ ار 3 اوفر ار 4. يبقى في الحاله دي برضه هتتلغي الريزيستنس ديت. واللي عايز يقتنع يركز معايا، انا معتبر الداخل هنا كام؟ 4 امبير، وهنا يا جماعه 12 فولت، اللي هي البوتنشال بتاع النقطه دي كام؟ 12 فولت. طيب
لما يدخل لي 4 امبير هيتوزعوا بعكس النسب بتاعه الريزيستنس. يعني ايه النسب بتاع الريزيستنس هنا؟ ايه 3 تو 1. يبقى الكرنت انتنسيتي اللي داخل هنا ايه؟ هيبقى هنا 3 وهنا 1. يعني الفورم الاخر كده يدخل هنا 3 امبير وهنا 1 امبير. طيب 3 تايمز 3 9. يبقى انا خدت من ال 20 دول كام؟ 9. اتبقى لي كام؟ اتبقى لي 11 اهو، دي هنا 11 فولتس. طب ودخل لي هنا 1، 1 تايمز 9 بكام؟ ب 9. يبقى انا خدت كام من ال 20؟ خدت 9. يبقى هنا ايه؟ 11 فولتس. يبقى في الاخر الالكتريك بوتنشال، يعني الجهد الكهربي بتاع النقطه ديت ايكوال الالكتريك بوتنشال بتاع الايه؟ النقطه ديت. يبقى مفيش بوتنشال ديفرنس ما بينهم، مفيش كهرباء ايه هتمر، يبقى لهم نفس الايه؟ الالكتريك بوتنشال، يبقى برضو ايه هتتلغي. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده علشان المساله اللي جت قبل كده في فلسطين بالشكل ده، بصوا لها كده معايا. مساله هي وجايب لي هنا ار 2 ب 3 وار 1 بكام؟ ب 6. وار 3 دوت ريوستيت واخد منه 12 اوم، وار 4 هو عاوز قيمتها بكام؟ بس قال لي في المساله كده كالكوليت ذا ريزيستنس ار 4 وين ذا جلفانومتر ريدنج ايكوال 0. يعني لما الجلفانومتر ريدنج دي ايكوال ايه؟ ايكوال 0. لما اخد ار 3 بكام؟ ب 12. احسب لي هنا ايه بقى ار 4. طالما يا جماعه الجلفانومتر ريدنج هنا ايكوال 0 يعني مش هيمر هنا الكتريك كارنت خالص، يعني اكن هنا كانت ريزيستنس وايه وملغيه. طب يعني ايه بقى مستر؟ يعني هي هتبقى ار 2 ها اوفر ار 1 اللي هي 3 اوفر كام؟ اوفر 6 ايكوال ايه؟ ار 4 بلس ار 3. هنطبق القاعده اللي احنا خدناها كده. طيب ما هي بالعقل كده ال 3 نص الكام؟ ال 6. يبقى لازم ار 4 ديت تكون نص الايه؟ نص ال 12. يعني لما تيجي تحل هتقول بالراحه كده اللي هي ايه؟ ار 2 اوفر ار 1 ايكوال ايه؟ ار 4 اوفر كام؟ ار 3. انا ما جبتش الكلام ده من عندي، جبت انا يعني الكلام ده هو يعتبر مديهولنا اصلا كمعلومه هنا يا جماعه، وهو بيقول لي السؤال بيقول لي هنا جلفانومتر ريدنج ايكوال 0، يعني اكن هنا في ريزيستنس وملغيه خالص، يبقى لازم الريشيو ايه؟ قد بعضها. طب عوض بقى عن القيم عادي خالص، هتقول كده 3 اوفر 6 ايكوال ار 4 عايزينها وهنا اوفر كام؟ 12. يبقى هتقول ار 4 ايكوال هتقول كده 12 تايم 3 اوفر 6 تطلع لك بكام؟ تطلع لك ب 6 اوم. طب خلاص كده جبنا ايه؟ ار 4. طب هو عاوز ايه كمان بقى؟ عاوز اميتر ريدنج. الاميتر ريدنج في الامتحان ركز معايا قوي، لما يقول لك كالكوليت ذا اميتر ريدنج لازم تكون عارف بقى هو هنا بيطلب جزء من الالكتريك كارنت ولا الكارنت كله. اذا كان في الطريق العمومي يبقى الالكتريك كارنت كله اللي هي الاي توتال، يعني اذا كان في برانش يبقى ايه؟ جزء منه لا بارت اوف ذا الكتريك كارنت. طيب لما الكهرباء تمشي كده ده في الطريق العمومي قابلت مين؟ الاميتر، يعني هو عايز الايه؟ الاي توتال. ما هي الاي توتال عباره عن ايه؟ الاي توتال اللي هو طالبها اللي هي الاميتر ريدنج يعني ايكوال ايه؟ الفي باتري اوفر ايه بقى؟ ار توتال. الفي باتري عندي ولا مش عندي؟ عندي بكام؟ ب 6. تعالوا نحسب بقى الار توتال بقى اللي هي الايه؟ التوتال ريزيستنس. طب انا عندي ديت 3 و 6 يبقى هنا كام فوق؟ 9. وعندي تحت هنا احنا حسبنا ديت 6 و 12 ديت كام؟ 18. 9 و 18 يا جماعه دول بارلل يعني توازي، هتبقى كده 9 تايمز 18 اوفر 9 بلس 18 تطلع لك بكام؟ ب 6. يعني دول كلهم الايكوفيلنت ريزيستنس بتاعتهم بكام؟ ب 6، يعني المقاومه المكافئه ب 6. طب 6 متصل معاها 3 سيريز يبقى 6 بلس 3 يبقوا كام؟ 9. متصل معاها 1 بارلل سيريز برضه معلش يبقى 9 بلس 1 يبقوا كام؟ يبقوا 10. هقولها تاني، دول كلهم كام؟ 6 بلس 3 يبقى ايه؟ 9 بلس 1 يبقوا كام؟ 10. يبقى 6 ايه؟ اوفر 10 equal 0.6 امبير. يبقى كده عرفنا معلومه بتحل لي اسئله، وتعتبر دي من الاسئله الصعبه بالنسبه للطالب، بس خلاص طالما انت عرفت المعلومه هتحل ايه؟ هتحل الاسئله ديت بكل سهوله. طيب ديت بقى الحاله اللي هي هتتلغي فيها الايه؟ الريزيستنس ديت. طب احنا قلنا هتتلغي الريزيستنس لو كلهم دول قد بعض او الريشيوز ايكوال بعض. طيب تعالوا بقى نشوف بقى المسألة ديت برضو جايالي في كتاب المدرسة بشكل تاني. هو قال لي دي كده 1 اوم
ودي برضو 1 اوم، وديت 1 اوم برضو، وديت 2، وديت 1، وكان مديني في باتري هنا كده ايكوال تقريبا 13 فولتس. طب هو عاوز ايه؟ عاوز الاي، عاوز الاي اللي بيمر هنا كده. طب ماشي، الاي دوت مش هو اي توتال؟ ايوه اي توتال. طب الاي توتال ده عباره عن ايه؟ او معلش هو عايز الار، كان هو عايز الار توتال دي. عشان اجيب الار توتال يا جماعه، ما انا عندي الريزيستورز اللي تيجي توصل يا اما سيريس يا اما بارلل، يا اما سيريس اند بارلل، يا اما لا سيريس ولا بارلل. يعني اصلا الريزيستورز لها اربع ايه احتمالات. هذا بص هنا الالكتريك كارنت اللي داخل جزء منه هيتجزأ كده وكده. طب وبعدين اللي داخل هنا كده جزء هيدخل كده وكده. طب واللي ماشي كده جزء كده وكده. اه هتقول لي يا مستر في احتمال دي تتلغي، اقول لك اه في احتمال. شوف بقى لو هما كلهم زي بعض او الريشو زي بعض تتلغي. 1 اوفر 1 ب 1. طب 1 اوفر 2 ب هاف. اه يبقى كده مش هتتلغي. ليه مش هتتلغي؟ لان الريشوز مش زي بعض. يبقى كده الريزيستنس ديت ايه مش هتتلغي معانا برضه. طب هي توصيلها سيريس ولا بارل مش عارف. يبقى لازم ندخل على ايه بقى؟ على كيرشوف على طول. طيب هندخل على كيرشوف، انا هعتبر ان الكرنت اللي داخل هنا اسمه اي 1 وهحولها كلها لبوتنشال ديفرنس على طول. طب داخل هنا اي 1 اي وهضربها تايمز الار عشان اجيبها اجيب الايه الفي عشان نحل على طول يعني. اي تايمز 1 باي، هنا داخل اي 1 تايم 1 باي 1 فولت بقى. طب وداخل هنا ايه؟ اي 2، اي 2 تايمز 1 بايه؟ باي 2. يا رب تكونوا فاهمين انا بقول ايه. انا يا جماعه بس عشان احل كيرشوف بنحولها لايه؟ الى بوتنشال ديفرنس على طول. طيب داخل هنا مثلا اي 3. طيب وداخل هنا كده اي 4. اي 4 تايم 1 يبقى هنا ايه؟ اي 4. وده تبقى ايه؟ 2 اي 3. طب ويتجمع هنا بقى ايه؟ يتجمع هنا اي 2 بلس اي 4، ما اي 2 نازله كده هتيجي هنا برضه. واي 4 جايه كده هتيجي هنا. تايم 1 يبقى هنا ايه؟ اي 2 بلس ايه بقى؟ اي 4. بس في معلومه انا هكتبها عشان احتاجها. انا هنا عندي ايه؟ عندي الاي 1 ايكوال ايه؟ اي 4 بلس اي 3. يعني عندي الاي 1 ايكوال ايه؟ اي 4 بلس ايه؟ اي 3. يبقى لو عايز اجيب الاي 4 لوحدها ايكوال ايه؟ اي 4 لوحدها يبقى اي 1 ماينس اي 3 عشان احتاج المعلومه دي. طيب هو عايز الار توتال. الار توتال عباره عن ايه؟ عباره عن الفي باتري على الاي توتال. طب تمام، انا عندي الفي باتري اه، ففضل اجيب الايه؟ الاي توتال اللي هي الاي يعني. طب الاي هجيبها ازاي؟ هجيب اي 1 وايه واي 2 اعملهم بلس، ما الاي اتفرعت اي 1 وايه واي 2، يبقى هجيب اي 1 واي 2 اعملهم بلس هيجيب، يبقى جبت الايه؟ الاي توتال. طيب من الكيرشوف فيرست لو انا جبت القانون دوت، ما هو اي 1 اتفرع على اي 4 بلس ايه؟ اي 3، جبت الايه؟ دي. طب تعالوا بقى نعمل الايكويشنز بتاعتنا عشان نجيب قيمه اي 1 واي 2 واي 3 نشوف. خد يا جماعه اللوب دوت، اللوب اللي هو المسار ده اهو كده، انا ماشي اهو. بس طبعا المكان ده مش عارف ارسم اللوب يعني، فقلت انا اهو همشي اللوب ده كده، همشي كده اهو، همشي كده كده. طيب سميشن الفي بي انا ماشي مع اللوب اللي هي ايه؟ اللي هي 13 ايكوال سميشن اي ار. اي ار ايه بقى هنا ايه بقى؟ اي ار ديت باي 2، مفيش اي 1 عندي، حطها بزيرو. بلس اي 2 بلس هنا ايه بقى؟ اي 2 بلس اي 4. ماشي مع اللوب. بس انا هاخد الاي 4 هاخدها بدرجات ايه؟ اي 1 واي 3. يبقى بس ايه؟ هنضرب كده المعادله ديت. انا عندي اي 4 عباره عن ايه؟ اي 1 اهيت بلس
اي 2 بلس اي 2 يبقى هي ايه؟ 2 اي 2 بلس اي 4 لسه فاضل معايا اي 3 بس هي بالنيجاتيف، يبقى هنا ايه؟ نيجاتيف اي 3 ايكوال كام؟ 13. ادي واحده. طيب الثانيه هنشوف، هاخد مثلا اللوب ده اهو، اهو همشي كده كده اهو، اللي بره ده اهو كده، قلت انا اهو ماشي كده اهو، هاخد اللوب ده كده. طيب انا عندي هنا في في باتري في اللوب اللي هي كام؟ 13، ومشيت كده اي 1 مع اللوب ماشي، يبقى اي 1 وكده اي 3 معلش 2 اي 3 يبقى هنا ايه؟ 2 اي 3 وماشي مع اللوب برضه، يبقى هحطها هنا كده اي 1 بلس، ما عنديش اي 2 احط 0 بلس 2i3 ايكوال كام؟ 13. طيب وهناخد مثلا خد اللوب ده ماشي، اللوب ده اهو كده، يبقى الموضوع كده اهوت i1 ماشي معايا بلس i4 برضو ماشي معانا وi2 عكسها، يبقى نيجاتيف i2 ايكوال، وما عنديش باترز احط ايه؟ 0. بس اي 4 هاخدها اللي هي ايه؟ اي 1 ماينس اي 3 يبقى اي 1 بلس اي 1 يبقى ايه؟ 2 اي 1 ماينس اي 2 ماينس اي 3 ايكوال كام؟ 0. اه يا جماعه اللي كنا جبنا ايه؟ 3 ايكويشنز، 3 معادلات بدلاله ايه؟ اي 1 واي 2 واي 3. هجيبهم كلهم هيطلع لي اي 1 لوحدها واي 2 واي 3، لما اعمل اي 1 بلس اي 2 هيطلع لي ايه؟ الاي 2 ده اللي عندي. هنمسك بقى الكالكوليتر، انتوا عارفين طبعا طريقه استخدام الاله الحاسبه، مود 5 2 وبعد كده تكتبوا ايه؟ 1 ايكوال 2 ايكوال نيجاتيف 1 ايكوال 13 ايكوال 1 ايكوال 0 ايكوال 2 ايكوال 13 ايكوال 2 ايكوال نيجاتيف 1 ايكوال نيجاتيف 1 تاني ايكوال 0 ايكوال وبعد كده ايكوال، طلع لي اكس اللي هي اي 1 اكس اللي هي اي 1 يعني انا حاسبها ديت اكس وديت واي وديت زد، طلعت 5 امبير. وبعد كده اي 2 هنقول ايكوال تاني يبقى 6 امبير، واي 3 مش هحتاج اي 3 بس هنجيبها بالمره 4 امبير، ولو حابين نجيب اي 4 هنجيبها بسهوله طبعا، هتقول اللي هي ايه؟ 6 ماينس 3 تاليت 5 ماينس 4 تاليت كام؟ 1، يعني هيطلع هنا 1 ايه؟ 1 امبير. طب احنا مش عايزين الكلام ده، انا عايز ايه بقى؟ انا عايز اجيب الار توتال، هو طالب الار، يبقى الار بقى هتيجي لك كده، الار توتال يعني عباره عن ايه؟ الفي باتري اللي هي بكام؟ 13 اوفر ايه بقى؟ اوفر الاي توتال عباره عن ايه؟ اي 1 بلس اي 2، اي 1 بلس اي 2 اللي هي 5 بلس 6 اللي هي كام؟ 11. هنطلع لك كده على الكالكوليتر 13 اوفر 11 ايكوال 1.18 تقريبا بقى، عشان هي 1.8 كده تقريبا اوم، او 13 اوفر ايه؟ اوفر 11. ديت يا جماعه الطريقه اللي احنا بنحل بيها الريزيستنس اللي هنا اللي مش هيتلغي، وقلت لكم في حالتين هيتلغوا وفي حاله ايه مش هيتلغي. طيب لها حل تاني، طريقه اسمها ستار دلتا، مش هقولها مش علينا، الطلبه اللي هتروح طبعا كليه الهندسه او كليه العلوم هياخدوا طريقه تانيه بس مش علينا في سنه ثالثه ثانوي. طيب في بقى نوع تاني من المسائل، مسألة تانية هي برضو اتسألت فيها، جالي فيها أسئلة كتير. مسألة هي هو بيقول لك لازم تعرف الكهرباء داخلة منين وخارجة من فين. هي داخلة مثلا من هنا كده وخارجة، داخلة من عندي ايه يعني وخارجة من عندي بي، يعني أكيد دول متوصلين بالايه؟ باتري، ده متوصل بالبوزيتيف وده متوصل بالايه؟ بالنيجاتيف. طيب هو هنا عايز ايه؟ عايز الايكوفيلنت ريزيستنس في حالتين، مرة لما يكون اللي هو الكي دوت كلوزد، ومرة لما يكون ايه؟ اوبند.
انا هجيبها لما يكون اوبند الاول. لما يكون اوبند يا جماعه يبقى مفيش هنا الكتريك كارنت هيمر هنا خالص، مفيش تيار كهرباء هيمر هنا خالص. انا راسمها جاهزه هنا عشان وقت الفيديو، مفيش هنا تيار هيمر. طيب ازاي بقى اجيب هنا الكوفيلنت ريزيستنس بالراحه؟ طريقه النقط لازم استخدمها هنا. ليه لازم استخدمها؟ لان يا جماعه لو يكون عندي كده سلك فاضي، وخلي بالكم الفكره هنا اصلا ايه، هنا السلكين دول لا يتقاطعان، يعني السلكين دول سلك ده اهو والسلك ده ما هماش لامسين بعض. ده ديت يعني زي انطره او كوبري كده، يعني السلك ده ماشي كده اهو والسلك ده معدي من فوقه او من تحته، يا فوقه يا تحته، يعني مش لامسه خالص، مفيش هنا ايه نقاط للتلامس. طيب انا هحسبها الاول، والكي دوت مفتوح اللي هو الالكتريك كي او الالكتريك سويتش دوت اللي هو اسمه كي دوت اوبند مفتوح، مفيش هنا الكتريك كارنت، يبقى خالص اكنه مش موجود. طيب هل انا ههمل السلك ده؟ عمري ما ههمله طبعا. في طريقه اسمها طريقه النقط، طريقه مهمه جدا، اشوف الكتريك كارنت داخل منين؟ داخل من هنا، يبقى البوينت ديت بسميها بوينت 1. طب وبعدين همشي كده، طالما عديت على ريزيستنس يبقى الالكتريك بوتنشال اتغير، الجهد الكهربي اتغير عند النقطه ديت مثلا كده، هسميها بوينت A2. طيب المركز بقى البوينت ديت 1 وديت 2، طب ديت هتكون ايه؟ هتكون 2 برضه. طب ليه يا مستر بقى؟ ما هي الالكتريك بوتنشال الجهد الكهربي بتاعت النقطه ديت هي بتاعت النقطه ديت. ليه؟ لان هنا في سلك فاضي مش معدي فيه مقاومات خالص. طالما السلك فاضي مش معدي فيه مقاومات بيكون هي نفس الايه؟ نفس الالكتريك بوتنشال، مش بتتغير. طب هي بتتغير امتى؟ لو انا عديت على ريزيستنس بعمل ايه؟ بفقد جهد، بيتغير الايه؟ الالكتريك بوتنشال. طيب طب طلعت كده عديت على ريزيستنس، يبقى ديت ايه؟ نقطه ثالثه مختلف عنها، سميتها ايه؟ 3. لو انا بصيت لكل النقط اللي انا عملتها ديت هلاقي كل ريزيستنس بتوين تو بوينتس بين ايه؟ بين النقطتين اثنين. يبقى هقدر احل كده الشكل ده بطريقه النقط. واضح هنا كده يا احمد؟ ماشي. ادا 1 دي بوينت 1 وديت بوينت 2 وديت بوينت ايه 3. هبص بقى ديت انا سميتها بوينت 1 ديت بوينت 2 ديت بوينت 3. بين 1 و 2 عندي كام ريزيستنس؟ 2. اديت اللي هي 6 ودي اللي هي 12. يبقى انا عندي هنا كده ايه يا جماعه؟ 2 ريزيستورز بالشكل دوت. طيب بين 2 و 3 عندي كام برضه ريزيستور؟ 2 برضه. اهو بين 2 و 3 في هنا 6 وبين 2 و 3 في هنا ايه؟ 12. كده خلاص اتحلت بسهوله، انا كده بسطت المساله. يعني عندي هنا ايه؟ مثلا ديت 6 وديت هنا ايه 12 وهنا برضه ديت ايه 12 وديت ايه 6. طبعا الاثنين دول بارلل يعني توازي، 6 تايم 12 اوفر 6 بلس 12 هيطلع لهم ب4. يبقى انا عندي اكن هنا في ريزيستنس 4 وريزيستنس جنبها ان سيريس على التوالي، ده هيطلع برضه بكام؟ ب4. خلاص كده 4 بلس 4 كده سيريس او توالي، هنقول هنا ايه؟ يبقى الار ايكوفيلنت او الار دول في الحاله ديت 4 بلس 4 يبقى ايكوال كام؟ 8 اوم. يبقى ديت ايه؟ اول حاجه. بس ديت يا جماعه والكي دوت هنا ايه؟ اوبند مفتوح. طب لو قفلناه بقى؟ لو قفلناه مش هقدر اهمله، مش هقدر اهمله، لازم هيكون معايا اهو بالشكل ده، ودي قيمتها ايه؟ 8. بس كده هشتغل على الحل ده برضه، يعني هي نفس الايه؟ نفس البوينتس، نفس النقط اللي انا واخدها. طيب هرسمها هنا تاني كده اللي انا رسمه دوت، كام نقطة؟ 3 1 2 3 دي النقطة الأولى، ديت التانية، ديت التالتة، أهو 1 و 2 و 3. بين 1 و 2 في عندنا كام ريزيستنس؟ 2 ريزيستنس. هنا في 12 6 اهيت و 12 وهنا في 12 و 6، مش هتفرق لو بدلتهم. بس في حاجه ثالثه بقى،
يعني بين 1 و 3 في ريزيستنس الثانيه اللي هي قيمتها كام؟ قيمتها 8. يعني بين 1 و 3 في كمان ريزيستنس قيمتها ايه؟ قيمتها 8. طب مش احنا لسه حاسبين دول 4 ودول 4 برضو؟ تمام، 4 بلس 4 كام؟ 8، لسه حاسبينها. يبقى انا عندي كده في برانش فوق في ريزيستنس قيمتها 8 اوم، وفي برانش تحت في ريزيستنس قيمتها ايه؟ 8 اوم برضو. الاثنين دول يا جماعه بارلل مش سيريس، يعني توازي مش توالي. يبقى هنا الار ايكوفيلنت كلهم ليهم كلهم بعد ما قفلت الكي، يبقى هنا ايه؟ هتقولوا 8 تايم 8 اوفر 8 بلس 8، وانتوا عارفين لما يكون الاثنين قد بعض بناخد نصهم في البارلل، يبقى هنا ايه؟ 4 اوم. يبقى قبل ما اقفل المفتاح كانوا كلهم كام؟ 8، وبعد ما قفلته بقوا كام؟ بقوا 4. كده يا جماعه خلصت المسالتين اللي انا النهارده او في الفيديو دوت كنت عايز اقولهم لكم. ان شاء الله الفيديو القادم برضه في المساله بقى اللي هي متوصله بالارث، مش هكتر عن كده في وقت الفيديو دوت. انا قلت اي حد عنده اي استفسار اي مساله يبعتها في الكومنتس، وان شاء الله نرد عليه بالتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.